أعزائي الطلبة، نأتي الآن إلى الجزء السادس من الفصل الرابع، أجهزة القياس الطيفية ومكوناتها. نأتي الآن إلى النوع الثاني من أدوات التفريق المستخدمة في المونوكروميترز أو موحدات اللون، وهو المحزز أو الجريدينج. يستخدم المحزز بصورة شائعة كأداة للتفريق، وحيث يتألف المحزز من عدد من الأخاديد المستقيمة والمتوازية والمحفورة على سطح صقيل، ويتطلب المحزز في صنعه مهارة ودقة عالية، وهو غالي الثمن. يحتوي كل واحد مليمتر منه على حوالي من 2000 إلى 6000 أخدود في المنطقة المرئية وما فوق البنفسجية، في حين يحتوي المليمتر الواحد منه على حوالي من 20 إلى 30 أخدود في منطقة ما تحت الحمراء. يخضع تفريق الإشعاع بواسطة المحززات إلى قوانين التشتت المتعلقة بتقوية الإشعاع أو تداخل البناء وتحطيمه، واعتماد زاوية التفريق على الطول الموجي للإشعاع. هذا هو الشكل، مخطط بسيط لعمل المحزز، كيف أنه يقوم بتفريق حزمة الأشعة الساقط عليه إلى الأطوال الموجية التي تتكون. نأتي الآن إلى أنواع المحززات. يوجد نوعان من المحززات، محزز نفاذ ومحزز انعكاسي. المحزز النفاذ يكون نفاذا للأشعة الساقط عليه، وتكون الأخاديد فيه محفورة على سطح زجاجي أو أي مادة أخرى تسمح بنفاذ الإشعاع. أما المحزز الانعكاسي فهو أكثر شيوعا في الاستخدام من المحزز النفاذ، حيث ينعكس الإشعاع الساقط عليه، ويصنع هذا المحزز بتحزيز سطح معدني لماع أو بواسطة تبخير فيلم رقيق من الألمنيوم على سطح هو صورة طبق الأصل لمحزز. يتشتت الإشعاع الساقط من على أي أخدود من الأخاديد المحتواة في المحزز، وينتشر بزوايا واتجاهات مختلفة، ويعبر عنها بالمعادلة التالية: نانا مقدار الطول الموجي، حيث أن اللمدات تشير إلى الطول الموجي، وأن هو رتبة الإشعاع وهو عدد صحيح، يساوي دي، حيث أن دي تمثل المسافة بين أخدودين متتاليين، ساين الآي، حيث أن الآي هي زاوية السقوط، زائد ناقص ساين ثيتا، والتي تشير إلى زاوية الانكسار أو زاوية التي يتفرق فيها. تستعمل الإشارة السالبة في القانون السابق عندما تكون كل من زاويتي السقوط والانكسار على جانب واحد من العمود النازل على المحزز، وعندما تكون زاوية السقوط آن مساوية للصفر، عندها تكون المعادلة السابقة بالصورة الآتية: رتبة الإشعاع في الطول الموجي يساوي المسافة بين أخدودين متتاليين في جيب زاوية الانكسار أو الانحراف. يمكن التعبير أيضا عن قدرة المحزز على الفصل resolution بالمعادلة التالية: R، والتي تمثل قدرة المحزز على الفصل، تساوي لامدا داش، أي وهي تمثل معدل الطول الموجي لطولين موجيين مفصولين عن بعضهما، على دلتا لامدا، وهي تمثل الفرق بين الطولين الموجيين، والتي تساوي للN رتبة الإشعاع، وأخيراً الN كابيتال تمثل العدد الكلي للأخاديد. وإن شاء الله في المحاضرات التالية رح نحل أمثلة حتى تخص المحززات وكيفية تطبيق هذين القانونين. للمحززات فوائد تمتاز بها على المواشير كوسائل تشتيت من أهمها: أولاً، يمكن الحصول على أعلى درجة تفريق أو أفضل للأطوال الموجية باختيار قيمة D، أي المسافة بين أخدودين متتاليين. ثانياً، التشتت يكون ثابت تقريباً مع الطول الموجي. ثالثاً، لا يعتمد التفريق بواسطة المحزز على طبيعة مادة المحزز بقدر اعتماده على شكله الهندسي، وبذا فإنه يفضل على المنشور الذي يعتمد على مادة صنعه إلى درجة ما. رابعاً، باستخدام المحززات العاكسة ليس هناك فقدان في شدة الإشعاع بسبب الامتصاص من قبل المادة البصرية التي صنع منها المحزز. وخامساً، تكون المحززات أقل تأثراً بدرجة الحرارة. نأتي الآن إلى حاويات خلايا النموذج cells or cuvettes. هي الأوعية أو الحاويات التي توضع فيها النماذج المعرضة للفحص أو المذيب أو وسط التفاعل البلانك،
وتكون على عدة أشكال وأحجام تختلف باختلاف هندسة الجهاز والغاية طبعاً من استخدامه. يصنع أو يجب صنع هذه الأوعية أو الخلايا من مواد تسمح بنفاذ الأشعة ضمن المنطقة الطيفية المطلوبة للعمل أو للفحص، فنجد أن المنطقة المرئية في المنطقة المرئية ودونها تصنع خلايا النموذج التي من الزجاج في مناطق أو في ضمن مدى الأطوال موجي من 350 إلى 2000 نانومتر أو حتى من البلاستيك. أما منطقة ما فوق البنفسجية التي تتراوح أطوالها الموجية ما بين 200 إلى 250 نانومتر، فالخلايا فيها تصنع من الكوارتز أو من السيليكا المنصهرة. منطقة ما تحت الحمراء تصنع الخلايا فيها من بلورات كلوريد الصوديوم أو براميد البوتاسيوم أو فلوريد الكالسيوم. إن اختيار العرض الداخلي للخلية أي المقصود به طول ممر الإشعاع داخل الخلية أو الكوفيدز يعتمد على حساسية النموذج الإشعاع وعلى دقة فصل الجهاز. أكثر الخلايا المستخدمة في منطقة اليو في فيزيبل أو منطقة ما فوق البنفسجية والمرئية تكون ذات طول حوالي 1 سنتيمتر، بالإضافة إلى توفر خلايا ذات أطوال تصل إلى حوالي 1/10 سنتيمتر أو أقصر، وأحيانا تصل إلى 10 سنتيمتر. يكون للخلايا التي تستخدم لدراسة المحاليل والسوائل في منطقة ما تحت الحمراء طول ممر إشعاع أقل من 1 ملم، في حين تتراوح ما بين عدة سنتيمترات وأحيانا عدة أمتار في الخلايا المخصصة لدراسة المواد في الحالة الغازية. لاحظ هاي صور لنماذج من الخلايا. الأنواع الثلاثة الأولى تستخدم في المناطق المرئية وما فوق البنفسجية، أما النوع الثاني فعادة تستخدم لدراسة النماذج في الحالة الغازية. أيضا هذه نماذج من الخلايا، فتلاحظون أنه طول ممر الشعاع الداخلي في كل منها مختلف من خلية إلى خلية أخرى أو من كوفيدز إلى أخرى حسب نوع النموذج وحساسية الجهاز. هذا النوع يكون جهتين من الخلية مطلي بمادة معتمة لكي لا تسمح بنفاذ الضوء إلى داخل النموذج، خاصة تلك النماذج التي تتأثر بالضوء، وفقط جهتين هي التي تسمح بنفاذ الإشعاع من خلالها. هذا النوع من أنواع الخلايا التي تكون أشبه بالتست تيوبس أيضا تصنع في النماذج القديمة من أجهزة القياس اللوني. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى جزء ما قبل الأخير من أجزاء جهاز الاسبكتروفوتوميتر أو جهاز القياس اللوني، بعد أن تعرفنا على مصدر الأشعة ومسيطرات الطول الموجي وحاويات النماذج أو الخلايا. نأتي الآن إلى الديتكتورز أو المكشافات. فالمكشاف هو جزء الجهاز الذي يقيس شدة الإشعاع الساقط عليه بعد نفاذه من وعاء النموذج، ويتم ذلك من خلال امتصاص المكشاف بطاقة الفوتونات الساقط عليه وتحويلها إلى كمية قابلة للتحسس أو قابلة للقياس أو على شكل إشارة، مثل تسويد صفيحة فوتوغرافية، تغير في درجة الحرارة، طاقة كهربائية أو تيار كهربائي. ومعظم المكشافات الحديثة يكون مردود الأوتبوت يعني مخرجاتها هو عبارة عن إشارة كهربائية، في آخر الأمر يتم تشغيل مقياس أو مسجل. لكي يكون المكشاف جيداً يجب أن تتوفر فيه المتطلبات الآتية: أولاً أن تتناسب الإشارة الناتجة منه طردياً مع مقدار الطاقة الإشعاعية المصطدمة به. ثانياً أن يكون ذا حساسية عالية بغية الكشف عن المستويات الواطئة للقدرة الإشعاعية. ثالثاً أن تكون استجابته على مدى واسع من الأطوال الموجية. ورابعاً ثباتية عالية وزمن استجابة سريع. خامساً إشارته الكهربائية يمكن تضخيمها بسهولة في حالة الإشارة المتأتية من الخلية إذا كانت ضعيفة، من الممكن أن يتم وضع الأمبليفاير الذي يقوم بتضخيم هذه الإشارة. سادساً أن يكون له مستوى ضوضاء noise level واطئ نسبياً. تحدث هذه الضوضاء نتيجة تيار الإظلام أو نتيجة تأثيرات كهربائية من الأجهزة المجاورة للمكشاف.